منصة المسرح كانت الملاذ الأخير لمعالجة داء استعصى على منصة القضاء، فالفساد الإداري الذي أصبح متفشيا في أغلب الدوائر الرسمية حظر بقوة في مسرح النجف بعرض استخدمت التذاكر المجانية كوسيلة لدعمه. أطلع مسرحية مدير بالوراثة، موظفة مرتشية ما تحب العالم، تكره الكل. هي مسرحية كوميدية اجتماعية ساخرة ناقدة، توضح لك الأساليب السلبية الموجودة في بعض الدوائر. خلاصة العمل أن لا مكان للفاسدين على أرض العراق طاهرة. لكن الجهات الرسمية التي دعمت العرض لم تكن موجودة فيه، وهو أمر لم يرى كثيرا للممثلين. احنا يا حبذا أن يكون الدعم دعم وافي، يعني أنا ما أدعمك وما أحضر أعمالك، أنا أعتبرها يعني نوع من التقصير. سؤال مسؤولي النجف عن أسباب عدم حضورهم مسرحية دعموها لمحاربة الفساد تسبب ببروز مشاكل أكثر أهمية من مجرد عدم حضور عرض مسرحي، فلجان النزاهة المحلية تعرضت للانتقاد بقوة واتهمت بالرضوخ للصراعات السياسية. لجان مجالس المحافظات هي الآن تسبح في فضاء لا تعلم ارتباطها أين ولا حد يزورها. لجنة النزاهة في مجلس المحافظة لها من السند القانوني، وكما قلت لك هو قانون مجالس المحافظات هو الذي أعطاها السلطات. تجاذبات الكتل السياسية هي اللي تعيق عمل هذا الأمر، يعني مسائل الاستجواب اللي تحدث بين الفترة وأخرى، المعوق الأساسي لها هو الكتل السياسية. المجتمع النجفي الذي فرضت طبيعته المحافظة على ممثلات المسرحية ارتداء الحجاب يرى أن هذه المسرحيات غير المشاهدة حكوميا أهم بكثير من الندوات والورش التي تقام لمناقشة قضية الفساد. لا أعتقد أن مثل هذه الندوات يمكن أن تؤدي إلى استئصال داء الفساد في العراق، وذلك لجملة من الأسباب في مقدمتها غياب الجدية في تطبيق المقررات التي تخرج بها مثل هكذا ندوات. بعد الملل الكثير من المؤتمرات والندوات اليوم لاحظناها بأسلوب كوميدي يعني جميل، نتمنى أنه تكثر مثل هذه المسرحيات، يعني ما تكون هذه تجربة ويعفوها يعني بالبداية، هي يعني بعض الشيء هادفة. ومع أن مراقبين يرون أن المسرح بدأ بأخذ طريقة لمكافحة الفساد جنبا إلى جنب مع الإعلام، إلا أن آخرين يقللون من هذه النظرة المتفائلة، مؤكدين أن الطبيعة التجارية المسرح العراقي تقلل كثيرا من إمكانيته في معالجة قضايا هادفة، والدليل أن هذه المسرحية لم تكن لتعرض لو لم يكن هناك من يمولها.